أيها الوزير. نعم مولاي. استعد، سوف نذهب للصيد الآن. أمرك مولاي. يا الله، يا لهذه الغابة، يا لهذه الغابة، يا لهذا المنظر، يا لهذه الروعة. إنها فعلا غابة جميلة. إنه ليوم جميل لم أرى مثله. يا لهذا المنظر، يا لهذا المنظر الجميل. أيها الوزير. نعم مولاي. إنك لشاعر، صف لي هذه الغابة لأترنم بالشعر. سمعا وطاعة. في وصفها أقول قولا مختصر أنشده مسجعا وفي لحن. جميل. ثلاثة جمعنا في غابتنا: الماء والخضرة والوجه الحسن. إنك لمبدع، إنك لمبدع أيها الوزير. يا لهذا الجمال، يا لهذه الروعة، لم أرى مثلها. الرائحة، المنظر، ليبارك لنا الله في صيدنا. صيدا مباركا إن شاء الله. يا الله. الحراس، الحراس، ارفعوه. أيها الحراس، أنقذونا أيها الحراس. آخ، ما هذا؟ ما هذا؟ آخ، هل أصبت بأذى يا مولاي؟ لقد أصيبت يدي أيها الوزير. لعله خير إن شاء الله. أقول لك، لقد أصيبت يدي وتقول لعله خير. أين الخير في ذلك أيها الأحمق؟ هل تتمنى لي الأذى؟ كلا يا مولاي، كلا. أيها الحراس. أمرك مولاي. خذوه إلى السجن. هيا أبعدوه عني. لعله خير إن شاء الله. آخ، أقول له أصيبت يدي ويقول لعله خير. يا له من أبله، يا له من أبله. أيتها الغابة الجميلة، حتما سوف أعود لك بعد أن أداوي يدي. حتما سوف أعود لك، حتما سوف أعود لك. أيها الحراس. أمرك مولاي. لقد وصلنا الغابة. لقد عدت لك أيتها الغابة كما وعدتك. لقد عدت. ها هنا وقعت. يا لها من ذكرى أليمة. أريد أن أصيد غزالا شهيا. أيها الحراس، تمهلوا تمهلوا، إني أرى غزالا على الضفة. أسرع، أعطيني بالقوس، أسرع. هيا أيها الحارس. يا لهذا الغزال، إنه سمين. يا لهذا الغزال لا يتوقف. سوكا، ماذا؟ ماذا؟ سو. أيها الحراس. سوكاوا. أيها الحراس، أنقذوني، إني أدفع لكم الأموال لحماية أيها الحمقى. سوكاوا أكو سوا. هل سنعود لإنقاذه؟ ماذا لو قبض علينا هؤلاء المتوحشون؟ نحن نعمل معه لكي نعيش، لا لكي نموت من أجله. ليذهب إلى الجحيم ذلك المتبن. أيها الحراس، أيها الحراس، لماذا خذلتموني وهربتم؟ أيها الحراس. سوكا 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 واكو. ماذا تقول يا هذا؟ سوكا، اهدأ اهدأ، إنهم لا يفهمون لغتك. يا لهذه الورطة. وأنا المترجم كوكي. يا لهذه الورطة. أيها المترجم قوطي، قل لي ماذا يقول هذا. قلت لك اسمي كوكي وليس قوطي أيها الأحمق. لا يهم،
قل لي ماذا يقول هذا؟ إنه يقول انحني حالا وإلا. وإلا ماذا؟ أنا ملك الملوك. أنا ملك الملوك. سوكا كونونو كونونو كاوكا. ماذا؟ دعني كاوكا كونونو. دعني أيها السمين كونونو. وماذا يقول هذا؟ إنه يقول يا لك من صيد سمين، سنستمتع بأكلك. أنت متوهم أيها المعتو. وما القصد من هذا؟ تمهل، الآن سيأتي ملكنا وستعرف كل شيء. ومن هذا؟ ستعرفه الآن. يا لهذه المصيبة، يا لهذه الورطة، يا لهذا اليوم السيء. سي دعني سوكا. دعني أيها المعتو. مبجلاتي كوكوفي. سونا واجي كونا سوسو نو وا. ماذا يقول هذا الأملح؟ أصمت أصمت. يسألك من أنت أيها السمين؟ ألا يعرفني؟ أنا ملك الملوك. أنا ملك الملوك. ألا يعرفني؟ شونها وانا جي شاهن شاهن جي سو كافيها ميبو بجلاتكي كوكاتا كحا تكركيا توكا. يقول لك أنا ملك الملوك، وما أنت إلا عبد صعلوك أمام سيدك ومولاك. معه حق، لقد أخطأت، لقد أخطأت. سكنا أخرس كاكاي. أيها الصغير، وما المطلوب الآن؟ المطلوب الآن ستعقد محكمة وسيطبق عليك القانون. وأي قانون هذا؟ إنه قانون القبيلة. وماذا يقول هذا القانون؟ ستعرفه الآن. سونانا قانوني. قانونك. يا لها من المصيبة، يا لهذه الورطة، يا لهذه المصيبة. ماذا أفعل الآن؟ كانوا سناكو كوكوفي سنتنا كنا سكوني سهات كادومي كنا ناسو مبجلاتي مهاشنا سنانانيس كاكا كوهو كانونيكا. باسم الملك المبجل كوكوفي، نتلو عليك قانون القبيلة، والذي ينص على أن أول صيد في صباح كل يوم يقدم قرباناً للآلهة، شرط أن يكون هذا القربان خالياً من العيوب. وهذا ظلم كبير، كيف تتقربون لآلهتكم بقتل الناس؟ كاكا كوها هاتكلو. يسألك الملك ماذا بيدك؟ لقد أصيبت جراء سقوطي في الغابة. سونا هافاناكي ستة.
مي قانونا مبجلات قورو كهاتو كلو ككا توتا تكون كيتيكا. يقول لك ملكنا لقد نجوت هذه المرة بسبب الجرح لا أكثر، ولكن إياك والاقتراب من هذه المنطقة مرة أخرى، ستذوق الويل. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. كيكا تاهو تاتكو كوكرو. ماذا؟ سي سي. ماذا؟ سي سي. هل أذهب؟ سي سو. هل أنا حر؟ نعم، لقد عفى عنك الملك. هل تم إطلاق سراحي؟ سي. هل أذهب؟ يحيى الملك كوكوفي، يحيى الملك كوكوفي، يحيى الملك كوكوفي. أيها الحراس، أمرك مولاي. تقدموا. لماذا خذلتموني وهربتم؟ بكل صراحة يا مولاي، الجميع يفعل ذلك، والفرق أننا وقعنا في اختبار لم يقع الآخرون فيه. أعرف ذلك. الملك الحقيقي يحميه الناس، والملك الظالم يحتمي به الناس، فإن كان في رغد عيش لزموه، وإن وقع في مصيبة تركوه. أيها الحراس، أمرك مولاي. أحضروا لي الوزير. هيا. لا يوجد، لا يوجد أفضل من العدل. تنام وأنت مرتاح البال والضمير. أيها الحراس، دعوه دعوه. أيها الوزير. نعم مولاي. تقدم. كيف حالك أيها الوزير الناصح النصوح؟ أحمد الله على كل حال، فهو الذي يدبر الأمور ويقدرها. الحمد لله. الحمد لله. لم أرى أحدا مثلك، لقد علمتني درسا لن أنساه ما بقيت حيا. خيرا أيها الملك. حينما أمرت بسجنك وذهبت للغابة للصيد، هجم علي رجال إحدى القبائل وساقوني لملكهم، وكان مقررا حسب طقوسهم أن يذبحوني ويقدموني قربانا لآلهتهم. لولا الجرح الذي في يدي، حيث أن قانونهم يشترط أن يكون القربان سليما، حينها عرفت معنى كلامك حينما قلت لعله خير. الحمد لله على سلامتك يا مولاي. الحمد لله حمدا كثيرا. ولكن أيها الوزير، حينما أمرت بسجنك أيضا قلت لعله خير، فأين الخير في ذلك؟ فدني أفادك الله وزادك علما وفهما. لو لم أسجن لكنت معك، ولو كنت معك لأخذوني قربانا لآلهتهم بدلا عنك. هذا صحيح أيها الوزير، لقد أيقنت الآن بأن كل ما يقدره الله لعباده فهو خير لهم، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون.